كمان من ضمن المستجدات اللي عايزين نعرفها لحضراتكم انه ان شاء الله كمان ساعه ونص من دلوقتي، يعني ان شاء الله الساعه 12 الظهر بالتمام، هيعقد النادي الاهلي في مقره بالجزيره مؤتمر صحفي للاعلان عن راعي جديد سينضم ان شاء الله الى قائمه رعاه النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. طبعا المؤتمر هيكون بحضور الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره وعدد من نجوم فريق الكره والفرق الرياضيه المختلفه كالعاده، يعني بتتوالى اسماء الكيانات الكبرى التي دائما ما تتمنى الاقتران باسمها، يعني باسم النادي الاهلي. طبعا حاجه عظيمه، وبنتمنى اكيد التوفيق للطرفين الفتره الجايه ان شاء الله. باذن الله يكون تعاقد يعني زي ما كنا دايما بنقول وين وين سيتويشن، موفق للجانبين كالعاده. الجانب اللي بينضم للنادي الاهلي بيكون اكيد عايز ان هو يكون مع الكيان الناجح وبيتمنى دعايه بشكل كبير جدا، وعلى الصعيد الثاني اكيد بيكون في برضه يعني جانب ايجابي للنادي الاهلي ان هو بيتشرف بكل الرعاه اللي لهم اسم كبير جدا وليهم مكانه كبيره جدا مش بس محليا، اكيد كمان اسماء عالميه.